بسم الله الرحمن الرحيم. اطمئن. ربنا سبحانه وتعالى من وقت للتاني في قرآنه العزيز بيبعت لك رسائل بيطمنك بيها وبيقول لك ما تخافش انا واقف جنبك. لما الدنيا تضيق عليك والحياة تكون كلها ضدك يقول لك ما تخافش انا جنبك كمل، ولعل ما ترجوه سوف يكون. كل شيء بتتمناه ربنا سبحانه وتعالى ما دام فيه الخير سوف يكتبه لك. وفي وقت ما الأحوال صعبة حوالينا والظروف اللي احنا عايشين فيها يدخل جوه قلبك وبيقولك اطمن ما تقلقش من رزق بكرة. ربنا سبحانه وتعالى بيرزق كل البشر ويرزق كل الحيوانات. ربنا بيرزق النملة لو كانت في صخرة، وبيرزق الطير وهو في الجو، وبيرزق كل المخلوقات، وبيرزق الثعبان وهو في جحره. ربنا مش هيرزقك. ربنا بيقول لك ايه في كتابه العزيز؟ ولسوف يعطيك ربك فترضى. ربنا هيديك وهيجازيك وهيعطيك كل اللي انت عايزه بس انت ارضى. شوف ربنا بيقول لك ايه، فترضى، ارضى باللي ربنا كتبه ليك، ارضى. ربنا هيديك طول ما انت بترضى، ربنا هيزيدك من عطائه. في رسائل تانية كتير ربنا بعتها لينا في القرآن، رسائل تفاؤل ورسائل فرح وأمل في الحياة وأمل بكرة. الرسالة اللي ربنا بعتها لينا: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ربنا بعتها لينا في وقت الحزن والهم والغم، بيطمنك وبيقولك لا تدري، انت عارف حاجة، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. لعل بعد الأمر اللي انت فيه السيء والمصيبة اللي انت فيها دي، ربنا في ثانية واحدة قادر يرسل لك شخص يخرجك من كل هذه المصائب ومن كل هذه المشكلات. ربنا سبحانه وتعالى قادر انه يذهب الغم والحزن الذي انت فيه، ويدرد همك ويقرب كل بعيد ويقرب لك كل ما تتمناه. ودي رسائل تفاؤل تانية من الرسائل الكتير اللي ربنا سبحانه وتعالى بيبعتها لنا بيطمنا في قرآنه العزيز. من الرسائل التانية اللي ربنا بيطمنك بيها في وقت لما تكون الدنيا صعبة عليك، افتكر دايما ان ربنا معاك، بيقولك ما تخافش، وبيقولك فإن مع العسر يسرا. انا عارف ان الامر ان انت بتمر بيه دلوقتي صعب وسيء، ومش من السهل ان اي حد يعبره ويتجاوزه ويعديه ويكمل حياته، ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيديك الأمر الصعب ده عشان خاطر يختبرك، بيشوفك هتعمل ايه، هل هتصبر وتشكر ولا هتجحد بفضل ربنا سبحانه وتعالى، هل هتحمد ربك سبحانه وتعالى على النعم اللي انت فيها، ولا هتقول وش معنى انا يا رب، وكل الناس عايشة كويس وش معنى انا يا رب. ربنا ما بيحبش يسمع القول ده مننا، فإن مع العسر يسرا. لسه رسائل ربنا سبحانه وتعالى كتير، خليك معايا. الرسالة التانية ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك لا تحزن إن الله معنا. دي الرسالة اللي قالها سيدنا محمد أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، قالها لسيدنا وصديقه وصاحبه أبو بكر الصديق عندما كان في الغار. وكان أبو بكر الصديق خايف جدا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من غدر وجحود الكفار، لو دخلوا جوه الغار وشافوه هيموتوه هو وصحبه. فسيدنا محمد بيرسل له هذا القول، قول الله عز وجل: لا تحزن، ما تزعلش، ما تخافش، إن الله معنا. ودي رسالة تانية بيطمنك بها ربنا سبحانه وتعالى، فما تخافش. هتخاف من إيه؟ من الرسائل التانية اللي ربنا بيبعتها لنا رسالة أمل وتفاؤل: وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. إمتى أقول القول ده؟ تقول القول ده لما تلاقي الدنيا كلها ظلماك، وتلاقي الناس ظلماك، وإنت ملكش حول ولا قوة، مش قادر تجيب حقك، مش قادر تدافع عن نفسك، ضعيف. فربنا سبحانه وتعالى بيقول كل اللي عليك بس تقول القول ده: وأفوض أمري إلى الله. إنت خرجت من مشيئتك ومن ضعفك كبشر لقدرة ربنا سبحانه وتعالى، فتخيل قدرة ربنا سبحانه وتعالى هيعمل ايه في الظالم لما تقول قول زي ده: وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. ربنا سبحانه وتعالى عارف كل فرد من عباده بيعمل ايه، هو اللي مسير هذا الكون،
وعارف كل مقدراتي، ويقدر يخلي الحزين فرحان، ويقدر يخلي الظالم أسير للذي ظلمه وللمظلوم. فما تخافش، ربنا معاك دايما وبيطمنك وبيقولك وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. من الرسائل التانية اللي ربنا سبحانه وتعالى بعتها لنا في زمن الابتلاءات والصعوبات: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ولو جينا قسنا القول ده، قول الله عز وجل، على الأوضاع اللي احنا عايشين فيها وقعدتنا في البيت، وناس كتير فقدوا وظائفهم وفقدوا شغلهم ومتضايقين ومخنوقين ومعهمش فلوس، بس ربنا سبحانه وتعالى جعل في هذه المحنة وفي هذه الصعوبة وفي هذا الفيروس الصغير شيء خلى الناس كلها تلجأ لله عز وجل، خلى الناس كلها تتقرب لله وتطلب منه عفو وسمحته، خلى الناس كلها ترجع تاني تمسك المصحف وتقرأ في قرآني عشان ربنا سبحانه وتعالى يكشف عنا البلاء ويكشف عنا الحزن، خلى الناس كل واحد بقى في وضعه دلوقتي، خلى أصحاب العلم والعلوم زي الأطباء والعلماء هم في الدرجة العليا اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلهم في هذه الدرجة، وخلى كل من ليس له شأن، للأسف الناس هي اللي كانت مدياهم القيمة بتاعتهم زي لعيبة الكورة وزي الفنانين والممثلين، اتحطوا في وضعهم الطبيعي مش في وضع الطبيعي اللي هو في أدنى المجتمع. لازم نعلي من قيمة العلم. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وأكيد كلنا حاسين بالقول ده دلوقتي.